Welcome back to my YouTube channel او كم بدي اول مره تشوفوني. النهارده احنا هنعمل مورنينج روتين. انا لسه مش عارفه افوق, ف if you're interested just keep on watching. انا مش عارفه انا جايه في الصوره ولا لا, بس ارجو ان انا اكون جايه في الصوره عدل. هبدا باول حاجه بعملها وهي ان انا بغسل وشي بكلنزر, لان انتوا زي ما شايفين يعني انا مثلا ما مسحتش التنت من امبارح مثلا بالليل عشان انا حطيت تنت بالليل, مش عارفه ليه الصراحه, بس انا حطيت تنت. هبتدي ان انا اغسل وشي بكلنزر. دايما بيقولوا ايه, اعملوا حركات دائريه لفوق علشان التجاعيد بقى وكده, بس انا اصلا ايه مش دايما بعمل كده يعني, عشان الناس تفتكرني عندي 17 سنة, فاللي هو انت جعيد ايه؟ وبعدين كلنا هيبقى عندنا تجاعيد في يوم من الايام. الكحل بتاعي بس ده مش النهاردة, ده امبارح بالليل برضو. نسيت اقول لكم ان الكلنزر ده ب 50 جنيه من سمير ويليام, وهو بجد يعني عاجبني جدا اكتر من يبني اكتر من الميه بتاعت اللي هي بتاع جارنيه بستخدمها بس وانا بحط ميك اب. هوريكم ازاي برضو في المورنينج روتين بتاعي. بعدين بحط تونر, التونر ده برضو ايفا, ومفروض يعني هو لتقدم السن ومش عارفه ايه بلس 20, فهو انا جبته الصراحه عشان عايزه اجربهم, عجبني الاعلان بتاعهم واسعارهم حلوه قوي. يعني التاني ب 50 وده تقريبا بحوالي 80 جنيه تقريبا, لا بحاجة و70. ليهم كمان مويسترايزر, يعني ليهم كمان مرطب لو انتوا عايزين تشتروه, بس انا ما اشتريتش مرطب علشان انا وشي لازم مرطبه بحاجة خفيفة, عشان انا يعني وشي من النوع اللي هو لو رطبته بحاجة تقيلة بيقلب يعني دهني شوية. رطبه بالالوفيرا جل بتاع امتنان, ده ب 80 جنيه تقريبا. بحط بس حته صغيره, انا زي ما قلت انا اصلا وشي ايه يا برطبه قبل ما انام, فالصبح بحس ان هو ايه يعني بس عشان قبل الميك اب كده, بس احنا لسه مش هنعمل ميك اب دلوقتي طبعا, احنا لسه صاحيين من النوم. ده كده السكين كير كله اللي انا بعمله, مش بعمل حاجه اكتر من كده خالص ولا بالليل ولا الصبح. يعني انا غيرت السكين كير بتاعي الفتره اللي فاتت كتير على حاجات بقراها بقى وكده, فسو فار دي الحاجات اللي انا بستعملها الصبح وبالليل. ناس هتقولي ان انا ما بستخدمش سان بلوك وبتاع كده قبل ما احط الميك اب, بس انا يعني انا بشرتي مش محتاجه سان بلوك, او انا ما بحبش السان بلوك. سان بلوك كده بيعمل طبقه مع الوش انا مش بحبها وعادي. بعدين بغسل سناني, ما بغسلش سناني باي حاجه سبيشال, بغسلها بكلوز اب عادي, فرشه عاديه عايز تتغير. لكم كده على تريك كان دكتور السنان قالها لي, لان انا في حاجه انا ما قلتهاش قبل كده, ان انا سناني اللي قدام دول الاثنين مكسورين, فدول زي اسمهم دلوقتي فينيرز, بس انا لما عملتهم ما كانوش فينيرز, كان اسمهم طربوش او كراونز. فانا كنت في الملاهي وركبت الفنجال, والفنجال كان بيلف بسرعه قوي, ورحت قاعد يلف ورحت ايه لازقه بوشي في الباب. دورا عن كل الناس اللي كانت في الفنجال انا اسناني اتكسرت, دي جت كده ودي جت كده. انا رحت للدكتور بوظ لي سناني خالص, بس كمان كانوا راجعين لورا من الخبطه, وبعدين رحت للدكتور بوظ لي سناني خالص, بعد كده رحت للدكتور تاني, هو بقى اللي ركب لي دول, كان متابع معايا من وانا عندي 11 سنه. الحادثه دي حصلت لي وانا عندي 11 سنه لحد ما كملت حوالي 18 سنه, وبعدين ركبت دول وانا عندي 17 وفضلت متابعه معاه شويه. ف يعني انا دكاتره السنان خلاص ما بقتش اخاف منهم خالص, بس يعني قال لي كده على كام حاجه اعملها علشان سناني تفضل نظيفه. اولا لما اجي اغسل سناني ما بغسلهاش كده, لا بعمل دوائر. النوع اللي انا نظفت الاسنان بتفرق معايا قوي, فجايبه برضو مضمضه علشان يعني حاجه اكسترا علشان تنضف, اللي هو لسترين ولا لسترين, لسترين تقريبا اسمه. في واحد ازرق وفي واحد يعني في كذا لون, بس انا اقول لكم اللي عندي. يعني بابا وماما بيستخدموا من ده, وفي واحد تاني لونه اخضر غامق وانا بستخدم ده. الفرق ان ده احس اكتر ان ده للسنان الحساسه او اللثه الحساسه, وده العادي عشان ده ما فيهوش كحول وده فيه كحول. انا الاول اول ما جبته الصراحه ما اكذبش عليكم انا جبته عشان هو لونه بينك وشكله حلو وشكله احلى من ده,
بعدين اكتشفت يعني لما جربت، انا كنت دايما بعمل بده، ده بيحرق في البق كده، وما تحسوا ان انتوا خلاص مش قادرين تخلوه في بقكم وعايزين تتفوه بسرعه. هاويفر ده لا عادي، ممكن تخلوه فتره حلوه كده وحبه حلوين ومش تحسوا بحاجه، لان ده ما فيهوش كحول. بحط حبه قد كده، وده كمان بيقعد في البق اكتر، اللي هو بيخلي ريحه البق احلى. شعري في العادي ما بيبقاش يعني مش هايش قوي كده، يعني دلوقتي هو مش هايش خالص، في العادي بيبقى هايش اكتر يعني، ده الاصابه. بس انا استخدمت حاجه وقلت على انستغرام، لو يعني لو انتوا عندي على انستغرام هتشوفوا ان انا قلت ان انا عايزه اعمل عليها ريفيو، وهي تريزي مي سموث، مش عارفه ايه تريزي مي كيراتين سموث. ده المفروض بيتحط على الشعر بعد الشامبو والبلسم والحاجات دي كلها، بيتحط لمده دقيقه وبعد كده تشطفوه، وبعدين المفروض بقى ان هو بيخلي الشعر ما يهش، وهو فعلا ما خلاش شعري يهش. انا وما حطيتوش على فروه راسي، لان انا اسمع الحاجات اللي فيها كرياتين وكده بتوقع الشعر، فما حطيتوش على فروه راسي، حطيته على شعري من هنا بس، من غير ما يعني اللي هو قربت بقى، ومن غير ما اقعد اعمل كده، اللي هو بس حطيت من هنا على اطراف شعري كتير 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 عشان شعري بيهش من تحت، وفعلا اداني افكت كويس. طيب انا بعمل ايه؟ بكون عملت ايه قبل ما انام علشان برضو يعني ما نقولش ان ده كرياتين سموث بس. قبل ما انام بحط على اطراف شعري من ده زيت ارجان خام من مكان اسمه سكارلت ناتشرال، ده هسيب لكم في الديسكريبشن بوكس. ده هو غالي شويه بس فعلا ده خام وحلو جدا، ويعني ده كان ب190 اعتقد، بس هو عامه زيت الارجان في اي حته بيبقى غالي، واللي عند العطار مش زيت ارجان، ان زيت الارجان بيبقى ريحته زي الزيتون شويه عشان هو خام، بس اللي عند العطار ما بيبقاش ليه ريحه اصلا، فهو اللي عند العطار ده مش زيت ارجان. فكره انا من النوع اللي بشجع الحاجات الرخيصه جدا، ودايما بجو فور ذا شيبر يعني alternative، دايما بشوف الحاجه الارخص وبروح اجيبها وكده، بس فعلا في ده لا. الصبح بعمل ايه؟ بس انا برضو مش هكتر منه عشان كنت حاطه زيت قبل ما انام ما يبقاش ملزقه. هو لوريال Extraordinary Oil، كنت اتكلمت عنه قبل كده في فيديو قديم خالص. ده بحطه لما بحس ان انا شعري يعني ايه محتاج كده شويه، ودايما بحطه على اخر شعري، لان انا اخر شعري دايما هو اللي بينشف، واخر شعري دايما هو اللي بيبقى مش حلو. ببتدي اسرح من تحت لفوق. الفرشه دي انا كنت جايباها، هو بغض النظر ان انا شعري بيقع ويعني دول دلوقتي، الفرشه دي انا كنت جايباها من صيدليه تحت بيتنا ب40 جنيه. اوفر هي بتتباع في المترو ب10 جنيه بس، الفرق بس في المترو الحاجات دي بتبقى انشف شويه، سوري قطره شويه. الحاجات دي في المترو بتبقى قطره شويه من كده، يعني ما بتسلكش الشعر قوي، دي بتسلك الشعر يعني كويس. كانت ب40. وبعدين هاخد الشاي بلبن بتاعي، طبعا انا ما عملتش الشاي بلبن ولا اي حاجه، انا ماما هي بتبقى عاملاه، وهوريكم بسخنه فين. بحطه في الميكرويف، مش عارفه هو في حد بيسخن فيها يعني زي المشروبات في الميكرويف ولا لا. الشاي بلبن عندنا اكتر شويه من مشروب، هو عادات وتقاليد وحاجات ترسخت فينا. الشاي بلبن بشربه يعني انا هكمل 22 سنه الشهر الجاي، فانا بشربه بقالي حوالي 21 سنه، ان ما كانتش ماما شربتوني قبل ما اكمل سنه يعني، لان انا فاكره انا كنت بشربه في الحاجه اللي بتتمسك بايدين دي وبترفع لفوق. ففعلا انا بشربه كل يوم بقالي 22 سنه، بقالي 21 سنه. انتوا شفتوني كتير قوي وانا بعمل الميك اب، بس المره دي يعني ايه مختلفه برضو عن كل المرات. ليه؟ لان انا كل اسبوع تقريبا بغير شكل الميك اب، او مش بغير شكل الميك اب يعني شكلي بيطلع واحد، بس بغير البرودكتس اللي انا بستخدمها. وهي ما فيهاش ماسكارا، ممكن لو فيها ماسكارا ممكن توقعها، بس انا برضو بعملها يعني عشان هي برضو بتخلي شكلها حلو. بصوا الفرق ما بين دي ودي.
بعدين بحط زبدة كاكاو. هوريكم انا بحط انا ايه كان اسمه شاهي، كانت جايه لي هديه كانت جايه لي هديه من على انستغرام، بيج اسمها شاهي على انستغرام. انا مبطله احط بلاشر بقالي فتره لان بلاشر مش بيقعد على وشي عشان مبقاش حاطه فاونديشن. بستخدم التنت ده، هكتب لكم اليوزر نيم بتاع المكان ده بالذات kbh.egypt او .eg مش فاكره، هكتبه لكم في الديسكربشن بوكس. ليه؟ لان التنت ده فعلا بيقعد على الوش. اول حاجه في ميك اب ريموفر هنا، بحط ميك اب ريموفر على القطنه علشان بحط 1 2 3 وبعدين امسك الميك اب ريموفر واعمل كده. وكده نبقى خلصنا. وبجد الميك اب اللي انا بحطه ده بيقعد معايا طول اليوم. انا نسيت اوريكم الماسكاره، الماسكاره هي اسنس. ماسكاره اسنس دي كنت جايباها ب 80 جنيه، ودي احلى ماسكاره استخدمتها اكتر من اي لاف اكستريم. دي اسمها انيدا ميركل، بس عشان هي بقالها عندي 3 شهور او حاجه فهي ميركل راحت. اقول لكم النهارده ورايا ايه، انا هختار دلوقتي اللبس اللي انا هلبسه بس ممكن ما البسوش دلوقتي. النهارده ورايا ان انا هنزل اصور الاكسسوارز بتاعت المشروع اللي انا كنت اتكلمت عنه قبل كده. النهارده في كولكشن جديد هينزل، وجود نيوز از ان هو ما بقتش بيج على انستغرام بس، فاحنا عملنا ويب سايت، هكتب لكم الويب سايت في الديسكربشن بوكس. الاسهل بقى في الويب سايت ان انا مش بدوخ دوخه الدايركت مسجز. دايركت مسجز ما كنتش بعرف اجاوبها كلها. الويب سايت كمان اسهل في الاوردرز، انتوا بس بتخشوا بتحطوا الديتيلز بتاعتكم وبتكتبوا عايزين الاوردر يجي لكم فين وكل حاجه، واحنا بناخد الديتيلز دي بالظبط كوبي وبنعملها بيست في الويب سايت بتاع شركه الشحن. غالبا انا هلبس، غالبا ممكن بقى تستنوا تشوفوا الصور اللي هتنزل النهارده على انستغرام تشوفوا انا لبست اللبس ده ولا لا. غالبا هلبس التيشيرت ده، التيشيرت هو بهاي كول كده شويه ونص كم وطويل. ده انا كنت جايباه من زارا، كنت جايباه ب 259، مش ب 260، ب 259. وهلبسه على بنطلون، البنطلون ده بنطلون قماش، او مش قماش، هو قماش عامل نفسه لكرة او لكرة عامل نفسها قماش، بس هو يعني بنطلون فورمل شوية. البنطلون ده كنت جايباه من حوالي سنتين ونص من ال سي واي كيكي، كنت جايباه ب 500 جنيه. وبعدين رحت ال سي واي كيكي من فترة لقيتهم برضو منزلين نفس البنطلون ده ب 300 جنيه. اللي فولو هتشوفوا الحاجات اللي بتجيلي كلها على الستوريز، بس هوريها لكم هنا برضو. انا جات لي دي امبارح، المفروض ان زي ما انتم شايفين كده في لايتس هنا، واللايتس دي بتفتح لما بحطها في الفيشه، بس انا ما فيش فيشه. ف دلوقتي انا عايزه بس اوريكم الفكره. انا اللي مختار الصور، كان هي قالت لي البنت ان انا ممكن اختار صوري، بس انا ما اخترتهاش. وهكتب لكم اليوزر نيم بتاع المكان برضو على السكرين عشان بس ميك شور ان انا كتبته صح. انا من النوع اللي انا ما بقدرش اشوف صوري كتير، بتصور كتير انزلها على السوشيال ميديا بس ما اقعدش اتفرج انا على نفسي. حاجات بقى كلها بوزيتيفيتي وحاجات كلها يعني حاجات بتتكلم عن البيسفول مايند والحاجات دي، لان انا بحب ايه احط حواليا كده الحاجات اللي بتنم عن شخصيتي كده. نبقى وصلنا لاخر الفيديو، مش عارفه هو مورنينج روتين بيتعمل كده ولا لا، بس يعني اي تريد ماي بيست ان هو دي اول حاجه اصورها بشكل غير الحاجات اللي انا بصورها. قولي لي ان الفيديو حلو، ما تنسوش تكتبوا عليا في الكومنت. قولوا لي عايزين الفيديو بتاع يوم الجمعه يبقى ايه. انا بفكر حاجه في الفاشن برضو، بس يعني انا في كذا فكره ببقى كاتباها وكذا فكره محضراها، بس برضو اي ابريشيت جدا الحاجات اللي بتكتب لي في الكومنتس وكده. فقولوا لي الافكار اللي انتم عايزين تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وفولو مي اون انستغرام. هتلاقوا اللينكس بتاعت كل حاجه انا اتكلمت عنها النهارده في الديسكربشن بوكس. وباي.